يمثلون الموت. من هم الأبطال اللي بالعالم اللي يستخدموا روس؟ أنا أقول لك بس بعد إذنك. هذه العملات أصبحت ملاذ للذين يبحثون عن غسيل الأموال بسبب نظام التشفير الشديد وطبيعة النظام الحوسبي المعقد الذي لا يسمح للولوج إلا لمن يحملون أرقام سرية، وانفصال ما بين من يبيع ومن يشتري، وبالتالي قد يكون ذلك ملاذ لغسيل الأموال. فضلا عن ذلك، حتى تخلي المصارف المركزية كسلطة نقدية ذمتها من أنه ترى هذه العملات الاستثمار فيها خطر جدا بسبب التقلب الشديد ارتفاعا وانخفاضا، لذلك نحن لا نتحمل الخسائر التي يقع بها المغامرين. هذه العملات الرقمية هي غير معروفة المصدر، وبالتالي ممكن أن يتعرض الكثير من الأفراد المتعاملين بهذه إلى عمليات نصب وعمليات احتيال تؤدي إلى خسائر ثرواتهم وخسائر أموالهم. تسعى البنوك المركزية إلى تأسيس عملات رقمية ممكن أن تكون يعني مصانة وممكن أن تكون مؤطرة بقانون يحمي حقوق الآخرين.